السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. الدفاع والداخلية تكشفان تفاصيل الأعمال الإرهابية لخلية سبعيان وتبعيته لميليشيا التمرد الحوثية. بدء المحاكمة العسكرية لزعيم ميليشيا الإرهاب الحوثية و174 متهما من قادة الانقلاب. المهمشون اليمنيون ضحايا لكهنوت الإمامة وميليشيا الحوثي تزج بهم في محارق الموت. أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. استعرض الناطق باسم الجيش الوطني في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع مدير شرطة مأرب العميد يحيى حميد، استعرض معلومات وتفاصيل جديدة حول الإجراءات المتخذة ضد الأعمال الإرهابية التي قامت بها الخلية الإرهابية المرتبطة بميليشيا التمرد الحوثية. وأشار مجلي إلى أن الخلية متورطة في جرائم اعتراض سيارات وشاحنات تابعة للقوات المسلحة وقوات التحالف العربي الداعمة للشرعية، كما تورطت في تنفيذ عدد من جرائم زراعة الألغام والعبوات الناسفة والقيام باغتيالات قيادات عسكرية وأمنية. والآن هذه صورة من الأمر القهري للمدعو محسن صالح محسن سبيعان أو سبيعيان، وبعده أيضا كما نلاحظ الطائرة المسيرة، هذه طائرة مسيرة كانت مع العناصر التخريبية، كما أن هذه أجهزة التحكم عن بعد كما تلاحظوا على الشاشة وأيضا على الواقع، هذه أجهزة تحكم للتفجير. لاحظ ما كان مع هذه العصابة. أيضا الآن فيديو عن محرك الطائرة المسيرة المستخدمة، طبعا مستخدمة سواء الطيران المسير المتفجر أو كذلك الطيران الاستطلاعي. لاحظ هذه المحركات والتي وجدت أيضا بحوزة عناصر تخريبية. كما حيا ناطق الجيش الوطني العميد الركن عبد مجلي رجال قبيلة عبيدة الذين يصنعون ملاحم البطولة والدفاع ضد ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية الكهنوتية، وأكد أن الخلية الحوثية التي تم القضاء عليها وضبط بعض عناصرها بوادي عبيدة بمحافظة مأرب بزعامة المتهم محسن صالح سبيعيان كانت متورطة في ارتكاب جرائم تمس بأمن واستقرار المحافظة. أحيي رجال قبائل اليمن وفي طليعتهم قبائل مارب فاتحة المجد وذروته الذين يصنعون البطولات في كل مواقع الدفاع عن الثورة والجمهورية. ولقد نفذت قوات الجيش والأمن بتعاون رجال عبيدة بمديرية مارب الوادي يوم الاثنين الماضي تاريخ 29 يونيو 2020 حملة مشتركة لتعقب عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون لها ارتباط مباشر بتنفيذ عمليات تخريبية عملت بكافة الوسائل من أجل زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة بمحافظة مارب بما يخدم مخططات الميليشيات الحوثية الإنقلابية المتمردة والمدعوم من إيران. هذا وقال مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حميد إن مأمور الضبط القضائي عند وصولهم مكان الواقعة قاموا بالانتشار حول مكان تواجد المتهمين وقاموا بمناداتهم لتسليم أنفسهم حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، إلى أنهم باشروا الجنود بالرصاص ما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد الجيش والأمن وإصابة آخرين، مما اضطر مأمور الضبط القضائي بالدفاع عن أنفسهم والسيطرة على مصادر النيران، وأدى ذلك إلى مصرع قائد العصابة المسلحة المدعو محسن صالح محسن سبيعيان ومجموعة من عصابته المسلحة من أقاربه وعناصر من محافظات أخرى
وفرار بقية أفراد العصابة أثناء الاشتباكات. عند وصول مأمورية الضبط القضائي إلى مكان الواقعة في منطقة الخشعة بمديرية الوادي، قاموا بالانتشار حول مكان تواجد المتهمين، وقاموا بمناداتهم لتسليم أنفسهم حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والامتثال للنظام والقانون، إلا أنهم قاموا بإخلاء النساء والأطفال والتمترس في المكان، وتفاجأوا مأموري الضبط القضائي بمقاومتهم وإطلاق النار عليهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. نتج عن ذلك استشهاد 2 من أفراد الجيش والأمن من أبناء قبيلة عبيدة. وكشف مدير أمن مأرب أنه تم العثور على أسلحة ثقيلة ومتوسطة كانت تستخدمها العصابة أثناء المواجهة، وتم العثور على مخزن أسلحة وذخائر مدفعية وقطع تصنيع طائرات مسيرة وغيرها من المواد التي تستخدم في التصنيع الحربي، وأجهزة اتصالات وتشويش ووثائق تؤكد ارتباط العصابة الحوثية وتؤكد ارتباط العصابة بالميليشيا الحوثية. وتزعم تلك العناصر لخلايا إرهابية وتزعم تلك العناصر لخلايا إرهابية تقوم بزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة. تم العثور على أسلحة ثقيلة ومتوسطة كانت تستخدمها العصابة أثناء المواجهة، وكذا تم العثور على مخزن أسلحة وذخائر مدفعية، وكذا وجود قطع تصنيع طائرات مسيرة وغيرها من المواد التي تستخدم في التصنيع الحربي وأجهزة الاتصال والتشويش ووثائق أخرى تؤكد ارتباط العصابة بميليشيات الحوثي وتزعمهم لخلايا إرهابية تقوم بزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة مأرب من خلال زرع عبوات ناسفة واستهداف رجال الجيش والأمن، والتي تؤكد ارتباط المتهم المذكور وعصابته المسلحة بالوقائع الجنائية المقيدة لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية المنسوبة إليه. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل عبد الإله البوري مراسلنا في مأرب. عبد الإله، شهدت مأرب اليوم حدثا مهما فيما يتعلق بكشف تفاصيل جرائم الخلية الإرهابية التي تم ضبطها الأسبوع الماضي. أولا، ما أبرز ما ورد في المؤتمر الصحفي المشترك من وثائق ومعلومات تدين هذه الخلية؟ مساء الخير لك أخ محمد وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة أن المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية والدفاع بحضور الناطق للقوات المسلحة ومدير عام شرطة محافظة مأرب أورد الكثير من التفاصيل حول العملية الأمنية الناجحة التي من خلالها تم القضاء على واحدة من أخطر الخلايا التابعة للميليشيات الحوثية، حيث أورد المؤتمر الصحفي سلسلة من الجرائم والاعتداءات التي قامت بها هذه الخلية، وكان أبرز الأدلة هو الصور المحفوظة والصور المتواجدة في حوزة عناصر الخلية التي كانت تتواجد في أسفل وادعة منطقة الخشعة بمديرية الوادي بمحافظة مأرب. كما أن المؤتمر الصحفي أوضح بأن ما قامت به وزارة الداخلية من سلسلة إجراءات أمنية من خلال النزول عبر مأموري الضبط القضائي، وكما سمعنا قبل قليل لمدير عام شرطة محافظة مأرب، كثير من الأدلة كما ذكرنا بأن توثيق الخلية لعملياتها الإرهابية واحتفاظها داخل تلفوناتها أو داخل كاميراتها كانت واحدة من الأدلة القاطعة على أن العصابة تتبع، وبالتأكيد أنها تتبع للميليشيات الحوثية على مدار سنتين أو 3 سنوات، وهي تنفذ سلسلة من العمليات الإرهابية من خلال زراعة العبوات الناسفة، زراعة الألغام، وسواء استهداف للجيش الوطني أو للمدنيين، إذ أن الألغام والعبوات الناسفة عمياء لا تفرق بين الجيش الوطني وبين المدنيين. سمعنا في السنتين الأخيرتين عن سلسلة من العمليات الإرهابية التي كانت تبدو أنها من فعل مجهول الخلية، هي المجهول التي من خلال هذه العملية تم القضاء على الخلية الإرهابية. وللتوضيح أكثر حتى لا يبدو الأمر غريبا بأن مثل هذه الخلية ومثل هذه الجرائم في مأرب، نوضح بأن العصابة كانت تتمركز في منطقة الخشعة وهي شرق مدينة مأرب على مسافة تزيد على 35 كيلومتر، بمعنى أنها في منطقة الخشعة أسفل وادي عبيدة على مسافات بعيدة من مدينة مأرب، بعيدة من الحزام
الأمني للمدينة، لكنها أيضا أمامها المزارع والصحاري والمساحات الشاسعة والمفتوحة التي مكنت القلية الإرهابية من استقدام واستدعاء عناصر حوثية من مناطق أخرى من خارج منطقة عبيدة. إذا أن الحديث عن وادي عبيدة هو الحديث أيضا بأن بالنسبة لوادي عبيدة تضحيات مشائخها رجالها شبابها لا تخفى على أحد. في اليومين الأخيرين انتشرت صورا لمشائخ عبيدة بلحائهم البيضاء وهم فوق 80 سنة، لكنهم موجودين في المعركة دفاعا عن المأرب ومساهمين في معركة استعادة الدولة. صورة الشيخ مبثوث الشبواني والذي أصيب في المواجهات الأخيرة قبل يومين، هؤلاء هم من يمثلون وادي عبيدة وهؤلاء من يمثلون قبيلة عبيدة وقبائل المأرب. النشاز الذي حدث لهذه الخلية من خلية سبيعان واستدعائه لعناصر من خارج المحافظة ومن خارج وادي عبيدة. كيف استقبل الناس في مأرب وقائع المؤتمر الصحفي والتعامل الذي جرى معه من قبل الأجهزة الأمنية خاصة مع أفراد الخلية وبهذه الصرامة وبهذا الحسم؟ الحقيقة بأنه زال الكثير من اللبس والغموض، إذ أن هذا التصريح أو هذا المؤتمر الصحفي هو أول حديث رسمي للجيش الوطني وللقوات وللأجهزة الأمنية في مدينة مأرب منذ العملية الأمنية التي كانت قبل أيام. هذا هو أول ظهور، فبالتالي بالتأكيد كان هناك ارتياح من الأهالي، ارتياح من المواطنين في مدينة مأرب بعد أن كشف هذا المؤتمر الصحفي الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بالعملية الأمنية التي أطاحت بأبرز الخلايا الإرهابية التابعة للميليشيات الحوثية. ما هي دلالة الالتفاف المجتمعي والشعبي حول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، خاصة أن في المؤتمر تم ذكر قبيلة عبيدة باعتبارهم عامل حاسم في القضاء على هذه الخلية التخريبية الإرهابية التابعة للحوثي؟ هذا يدل بالتأكيد على أن قبائل المأرب قبيلة عبيدة، نذكر على وجه التحديث قبيلة عبيدة، إذن الأحداث مرتبطة بقبيلة عبيدة، واحدة من القبائل السبائية التي حملت الجمهورية خلال 6 سنوات حملتها على أكتافها، قدمت الكثير من التضحيات دفاعا عن الجمهورية دفاعا عن الدولة وفي معارك استعادة الدولة. في اليوم وهو صباح اليوم في واحدة من المعارك التي تدور على أطراف مدينة الحزب محافظة الجوف، تقدم اليوم قبيلة عبيدة كوكبة من الشهداء على رأسهم المقداد عبد الحق جردان وعدد من شباب قبيلة عبيدة. قبيلة عبيدة بالتأكيد كانت حاضرة منذ الطلقة الأولى وقدمت الكثير من التضحيات ولها شهداء وقادة كثيرون لا نستطيع التحدث الآن عنهم، وإنما نؤكد بأن قبيلة عبيدة واحدة من الحصون الجمهورية التي حملت الجمهورية كما ذكرنا على أكتافها، أيضا بأنها مساهمة ليس في معارك الدفاع عن مأرب وإنما في معارك تحرير كامل اليمن واستعادة كامل التراب اليمني. الزميل عبد الإله البوري مراسلنا في مأرب كنت معنا، شكرا جزيلا لك. بدأت محكمة عسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة برئاسة القاضي عقيل تاج الدين بمأرب جلسات محاكمة لزعيم التمرد والإرهاب الحوثي المدعو عبد الملك الحوثي و174 من قادة التمرد والإرهاب والميليشيا، وذلك بتهم الانقلاب على الشرعية والتخابر مع إيران بقصد الإضرار بالأمن القومي للجمهورية اليمنية ونهب أسلحة القوات المسلحة والأموال العامة والخاصة. تتهم النيابة العامة العسكرية كل من 1. عبد الملك بدر الدين أمير الدين الحوثي قائد الميليشيات الانقلابية قيادي في الانقلاب، 2. اللواء الركن يحيى محمد الشامي، 175 وليد علي أحمد عبد الله أبو دنيا منتحل صفة قائد عسكري قيادي في الانقلاب فارم من وجه العدالة. 175 متهما من قادة ميليشيا الحوثي يتزعمهم قائد الانقلاب عبد الملك الحوثي تمت محاكمتهم اليوم غيابيا من قبل القضاء العسكري في محافظة مأرب بعد أن اتهمتهم النيابة العامة العسكرية بتهم عدة، أبرزها تأسيس تنظيم إرهابي مسلح يقوم على الحق الإلهي المزعوم في الحكم والتعاون مع إيران والتخابر معها من أجل الإضرار بالجمهورية اليمنية
وتعريض الأمن القومي والعربي والملاحة الدولية للخطر. المتهمون من الأول وحتى 71 اشتركوا مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح يسمى أنصار الله برئاسة المتهم الأول وتحت إشراف المتهم الثاني وقيادة عسكرية من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية إلى اليمن، والقوة العسكرية والعنف وسيلته الوحيدة لتحقيق أهدافه، وأوفدوا آلافاً من أتباع هذا التنظيم إلى لبنان وإيران لتلقي تدريبات عسكرية تحت إشراف حزب الله والحرس الثوري بقصد الاعتداء على القوات المسلحة والأمن ونهب الممتلكات العامة والخاصة والقضاء على النظام الجمهوري. كما واجهوا تهم استبدال النشيد الوطني في المدارس والمعاهد والكليات بقسم الولاية ونهب أسلحة القوات المسلحة وأموال البنك المركزي وشن حروب طائفية على مخالفيهم مذهبيا ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجريف الهوية اليمنية والعربية من خلال دوراتهم الثقافية الطائفية. كما وجهت تهما أخرى لبعض هؤلاء دون الآخرين، خاصة من كانوا يشغلون مناصب في القوات المسلحة وخانوا القسم ودعموا هذه الميليشيا. أقاموا ما يسمى بالدورات الثقافية الاثنى عشرية الصفوية الممنهجة في عموم المناطق الواقعة تحت سيطرتهم على كافة الفئات العمرية في المجتمع اليمني بقصد التغيير الفكري والعقائدي وتجريف هوية اليمن الثقافية والوطنية ومسخ الانتماء القومي العربي. وطالبت النيابة العسكرية بمعاقبة المتهمين وإلزامهم بإعادة الأسلحة والأموال المنهوبة والحكم عليهم بتعويض ما تعرضت له القوات المسلحة من أضرار نتيجة أفعالهم وتصنيف جماعتهم كحركة إرهابية. ونطلب الحكم بالآتي: معاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا، إلزام المتهمين بإعادة كافة الأسلحة والمعدات العسكرية والوسائد المادية التي نهبوها، إلزام المتهمين بإعادة المبالغ المالية التي استحوذوا عليها من البنك المركزي ومن كافة مؤسسات الدولة، الحكم على المتهمين بتعويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت تاج الرأف على المتهمين، وتصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية. وبناء على هذه التهم واستنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية العام، صدر حكم المحكمة بالتالي: أولا، النشر على المتهمين في إحدى الصحف الحكومية 3 مرات متتالية وتكليفهم بالحضور إلى المحكمة في خلال شهر من تاريخ النشر. ثانيا، التأجيل إلى جلسة الثلاثاء 6 محرم 1442 الموافق 25/9/2020. أشاد رئيس الوزراء معين عبد الملك بالدور المشرف لأبناء محافظة مأرب الذين كان لهم السبق في الوقوف في وجه المشروع الحوثي الإمامي الكهنوتي وتقديم خيرة أبنائها من أجل كرامة اليمن واليمنيين والحفاظ على الثورة والجمهورية. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة،
أثنى رئيس الوزراء على الدور الوطني للقبائل اليمنية ووقوفها إلى جانب الشرعية الدستورية بقيادة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وما تسطره من بطولات في إسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتضحياتها الجسيمة من أجل وقف التمدد الحوثي وإفشال المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة. وحيى رئيس الوزراء الدور البطولي لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الذين يواصلون تقديم التضحيات من أجل إنهاء المشروع الانقلابي العنصري واستكمال تحرير بقية المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيا، وثمن الوقفة الأخوية شجاعة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في معركة اليمن المصيرية والوجودية. أكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبد الملك استمرار ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في تعميق الكارثة الإنسانية وافتعال أزمة المشتقات النفطية ومحاولة التنصل عن الآليات المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في الحديدة. أشار رئيس الوزراء إلى التقدم الجاري بناء على الجهود الحثيثة للأشقاء في المملكة لتنفيذ اتفاق رياض. وأكد رئيس الوزراء على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي واستعادة مسار عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من أجل وقف انهيار العملة التي تؤثر بتداعياتها الخطيرة على حياة ومعيشة المواطنين في جميع أنحاء البلاد دون استثناء. وأشاد مجلس الوزراء بالتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في التصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة في مختلف الجبهات. ثمن مجلس الوزراء الدور المتميز للقبائل في مساندة الجيش الوطني والدفاع عن النظام الجمهوري والثوابت الوطنية، إضافة إلى الدعم والإسناد الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. أكدت الدول العربية والصين على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات والمرجعيات ذات الصلة. جاء ذلك في إعلان عمان الصادر في ختام أعمال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني. وشددت الدول العربية والصين على سلامة ووحدة أراضي الجمهورية اليمنية وضرورة تعزيز أمنها وسيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية وأهمية وقف القتال وتعزيز فرص الحل السياسي ورفض التدخلات الخارجية في الدول العربية ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن. نفذ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بالتعاون مع النيابة العامة حملة واسعة ضد المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف، وأصدر البنك المركزي تعميما حدد فيه مواعيد دوام العمل على شبكات الحوالات المالية المحلية المرخصة والمعتمدة من البنك المركزي اليمني، بحيث يبدأ الدوام من الساعة 8:30 صباحا وينتهي الساعة 9:00 مساء خلال أيام العمل الرسمية، وذلك للحد من التلاعب بعمليات المصارفة في السوق السوداء بعد أوقات العمل الرسمية. وأهاب البنك بالمنشآت الفردية وشركات الصرافة سرعة تصحيح أوضاعها والالتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك المركزي حتى لا تتعرض لإجراءات وعقوبات شديدة قد تصل إلى مضاعفة الغرامات وإلغاء وسحب التراخيص الممنوحة لها وإحالتها للقضاء. وفي سياق متصل، أعلنت جمعية صراف عدن وقف أعمال محل الصرافة بشكل كامل ردا على ما قالت إنها ممارسات البنك المركزي ضدها في الآونة الأخيرة. وقال جمعية صراف عدن في بيان إن البنك المركزي اليمني استخدم قوات أمنية لم تحددها في عمليات اقتحام لوكالات الصرافة في المدينة وطرد من بداخلها أثناء فترة الدوام. وأشار البيان إلى أن مسؤولي البنك المركزي يقفون خلف مطالب وصفوها بالتعسفية وغير القانونية، وأوضح بأن الأساليب التي أقدم عليها البنك المركزي تعد منافية لكل القيم والإجراءات حسب تعبيرهم التي يمكن للبنك القيام بها تجاه كيان الاقتصاد الوطني.
وأكد البيان التزام جمعية صرافي عدن بالقانون المنظم لأعمال الصرافة والتعاميم الصادرة من قبل البنك فيما تخلي مسؤوليتها تجاه أي تدهور محتمل للعملة وهبوط سعر الريال، نظرا لأن البنك هو الجهة المناط به تثبيت سعر الصرف وتحمله المسؤولية تجاه هذا. تسعى ميليشيا الإرهاب الحوثية العنصرية السلالية البغيضة إلى الزج بشريحة المهمشين اليمنيين في حربها العبثية عبر مشروع عنصري وتجنيد قسري يستهدفان وجود هذه الشريحة الهامة في المجتمع اليمني جذرياً. نتابع. فجأة غدت شريحة اليمنيين السمر محط اهتمام الحوثيين، لكأن الميليشيات الحوثية اكتشفت وجودهم مؤخرا بعد انحسار أعداد مقاتليها في الجبهات وتكبدها خسائر بشرية فادحة. فبعد 6 سنوات من الحرب الحوثية على اليمنيين، يتذكر زعيم الميليشيا الحوثية الإرهابية هذه الشريحة المهمشة مستخدما مصطلحا حقوقيا رائجا معروف بما يسمى بأحفاد بلال، مسمى جديد سيخوض مطلقه كثيرا في دلالة الاسم وعلة التسمية وفي ردة فعل اليمنيين وعلى مقدماتهم إخواننا المهمشون أنفسهم. يقول المهمشون: لئن وضعنا التصنيف الاجتماعي على هامش المكان وقارعة الحياة، لكن كوننا يمنيين فهذه من مسلمات التاريخ وحقائقه الدامغة التي يسعى الحوثيون تجاوزها في عنصرية مقيتة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. وكان زعيم ميليشيا الحوثي تحدث في خطاب سابق عن برنامج استقطاب طويل الأمد لشريحة المهمشين، لكن هذا الاستقطاب لا يهدف لإخراجهم من واقع العزلة الاجتماعية لهم التي أوجدتها الكهنوتية الإمامية، وإنما انتزاعهم من محاضن أسرهم إلى محاضن الموت وتوابيت الحوثيين اللعينة. وبعد أيام قليلة من إعلان قائد الميليشيات الحوثية برنامج الاستقطاب طويل الأمد، بدأت الميليشيات حملة تجنيد قسري للشباب المهمشين في نطاق سيطرتها، ما يعد جريمة ضد الإنسانية واستغلالا بشرية بأبعاد عنصرية وتمايز عرقي. وفي محافظة عمران أقدمت الميليشيات الحوثية على الإعدام الميداني لشباب من شريحة المهمشين رفضوا تجنيدهم قسرا في صفوف المقاتلين الحوثيين، في جريمة هزت الشارع اليمني وسجلت فيها النساء المهمشات موقفا تاريخيا خالدا في الرفض والكرامة والإباء والمقاومة. شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليوم غارات على مواقع وتجمعات لميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية في محافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت غاراتها على تجمعات الميليشيا في مواقع الثعالب والعليب بمديرية القريشية قيفة، وكما استهدفت الغارات مخزن أسلحة وعربات قتالية للميليشيا، وتصاعدت ألسنة اللهب من الأماكن المستهدفة لأكثر من ساعة. قال المتحدث العسكري باسم المنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي في تغريدة على تويتر إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية شنت عدة غارات على مواقع وآليات للميليشيا ابتداء من جبل اللوذ حتى مفرق الجوف. وأشار القرشي إلى أن الغارات أدت إلى إحراق عدد من الأطقم والآليات العسكرية التابعة للميليشيا الحوثية. إلى ذلك أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شن هجوم خاطف كبد ميليشيا الحوثي العديد من القتلى والجرحى وتحرير عدد من المواقع في منطقة نجد العتق في جبهته. رصدت القوات المشتركة خلال 24 ساعة الماضية 86 خرقا حوثيا في محافظة الحديدة، وشملت الخروقات أعمالا عدائية وجرائم بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة، تنوعت بين عمليات استهداف وقنص وقصف للأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين. وفقا للمصادر فإن الخروقات تركزت في مدينة حيس ومديرية الدريهمي ومنطقتي الفازة والجبالية التابعتين لمديرية التحيتة ومنطقتي الطور والجاح بمديرية بيت الفقيه ومدينة الحديدة. هذا وتتعمد ميليشيا الإرهاب الحوثية تصعيد عملياتها العسكرية واختراقها للهدنة الأممية بشكل يومي أسفر عن خسائر بشرية ومادية
في صفوف المدنيين. وسعت ميليشيا الإرهاب الحوثية العنصرية السلالية من رقعة حربها التي تشنها وعدوانها على أبناء تهامة وسط صمت وتخاذل أممي وصل إلى حد التواطؤ كما يقول السكان. نتابع. هكذا صارت إذن النوافذ مفتوحة على الموت اليومي في الحديدة. أطفال ونساء يعرش في منازلهم الخوف والهلع، القصف والرعب. هنا في بيت مغارب مديرية حيس جنوبي الحديدة، المديرية المنكوبة ولا من مغيث لمناشدات سكانها. هذا منزل في قرية بني مغارب أرض حيس أحرقته ميليشيات الحوثي. ومن يصر على البقاء في منازلهم تختطفهم الألغام في الطرقات والمزارع والمراعي، وإمعانا في جرائمها وانتهاكاتها تحرق ميليشيات الحوثي منازل المواطنين. ومن يرفض مغادرة منزله تختطفه قناصة الميليشيات. مشهد للمأساة يتكرر في التحيتة، انتهاكات تمارسها ميليشيات الحوثي. أحياء في مركز المديرية صارت خالية من السكان، المحال التجارية أغلقتها شظايا القذائف، مصالح الناس توقفت، اختنقت الحياة بالموت والنزوح والقصف والدماء والدموع. اسكنوها نزحوا من جراء القصف اليومي والمكثف على هذه المنازل، حتى أنهم نزحوا منها ولم يوجد داخلها أحد. إحدى جرائم ميليشيات الحوثي. لم يعد ثمة بارقة أمل للسلام في الحديدة مع ميليشيات أدمنت الكذب وصناعة الظلام والظلم والموت. يقول السكان: خذلتنا الأمم المتحدة على امتداد عامين من ملف الحديدة، إذ ضاعفت الميليشيات من انتهاكاتها وأمام لجان أممية وتحت مرأى ومسمع المبعوث الأممي ولا من مجيب. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. سيرت مؤسسة وطن التنموية قافلتين غذائيتين لأبطال الجيش المرابطين الجيش الوطني المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهتي نهم وصرواح. وقال الدكتور علي سيف الرمال رئيس المؤسسة إن هذه القوافل الغذائية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم الجيش في معركته المصيرية مع ميليشيا الإرهاب الحوثية. وأضاف الرمال إن القوافل احتوت على عدد من المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الحملة تسعى لدعم 12 ألف من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية. وأكد رمال استمرار جهود المؤسسة في دعم وإسناد أبطال الجيش في كافة الجبهات، موضحا أن المؤسسة ستقوم بإرسال قوافل غذائية إلى قانية والجوف والعمدية ومختلف المناطق العسكرية. قالت مصادر محلية في محافظة إب إن اشتباكات مسلحة اندلعت يوم أمس بين مسلحين تابعين للقيادي الحوثي المعين من الميليشيا مديرا لأمن العدين المدعو شاكر الشبيبي، وبين مسلحين حوثيين آخرين ينتمون للمديرية من منطقة حليان، سقط فيها عدد من الجرحى من الجانبين. وأشارت المصادر إلى أن المواجهات بين عناصر الميليشيا أسفرت عن إصابة عدد من المسلحين من الجانبين وإعطاب طقم تابع للقيادي الحوثي الشبيبي. وتأتي هذه الحادثة بعد 48 ساعة من اشتباكات مماثلة في محيط إدارة أمن إب سقط خلالها عدد من الجرحى. أدانت هيئات سياسية وحزبية قيام ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية اقتحام منزل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح النائب عبد الرزاق الهجري، مؤكدة أن هذه الأعمال الهمجية التي تمارسها الميليشيا الحوثية تعبر عن سلوكها الإرهابي المتكرر ضد اليمنيين. نتابع. أدانت هيئات سياسية وحزبية اقتحام ميليشيا الحوثي لمنزل رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان اليمني
فقد أدان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر اقتحام ونهب ميليشيا الحوثي لمنزل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليوم الإصلاح عبد الرزاق الهجري. وقال عسكر ندير اقتحام ميليشيا الحوثي منزل عبد الرزاق الهجري عضو مجلس النواب في صنعاء وإخراجها للنساء والأطفال من أسرته إلى الشارع ونهبها محتويات المنزل ومصادرته. وأضاف تكررت هذه الجرائم التي لا تمت لأي نوايا للسلام، داعيا المبعوث الأممي إلى اليمن وكافة الناشطين إدانة هذه الجريمة. وفي بيان لوزارة حقوق الإنسان قالت إن هذا العمل الجبان هو استمرار لسلسلة من الانتهاكات والنهب الممنهج التي تقوم به ميليشيا الحوثي التابعة لإيران مع كل من يختلف مع هذا الرأي. وأشار البيان إلى أن الميليشيا الحوثية سبق أن اقتحمت ونهبت منازل عدد من أعضاء مجلس النواب وأمناء عام الأحزاب والقادة السياسيين وبعض السفراء الموالين للشرعية. وأضاف البيان إن هذه الممارسات تؤكد أن هذه الميليشيا لا تحترم الحق الخاص ولا حقوق الملكية الخاصة وتقوم بأسوأ الممارسات العنصرية الميليشياوية ضد أبناء الشعب اليمني. كما أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية بأشد العبارات اقتحام ميليشيا الحوثي الانقلابية لمنزل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح عبد الرزاق الهجري بالعاصمة صنعاء وطرد أفراد أسرته والسيطرة على المنزل. وقال التحالف الوطني إن مثل هذه الأفعال الرعناة هي إرهاب وعنف منظم ودليل أن الميليشيا الحوثية لا تقيم أي اعتبار لقيم وأخلاق وعادات وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني. كما تعكس إصرار الميليشيا الحوثية العنصرية على استمرار مسلسل جرائمها بحق الشعب اليمني. وقال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني إن اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنزل النائب عبد الرزاق الهجري في العاصمة وطرد أفراد أسرته الموجودين فيه إلى الشارع جريمة تتكرر بعشرات الوقائع منذ سيطرة الميليشيا الحوثية على العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر 2014. وأدان مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام قيام ميليشيا الحوثي بالاستيلاء على عدد من منازل أعضاء مجلس النواب وآخرها منزل النائب الأستاذ عبد الرزاق الهجري عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية لتجمع اليمن الإصلاح. وعبر المصدر عن إدانة واستنكار لمثل تلك التصرفات الرعناء من تأميم لمنازل عدد من أعضاء مجلس النواب ونهب محتوياتها وإخراج سكانها من النساء والأطفال قسراً. ودع المنظمات والبرلمانات العربية والدولية واتحاداتها والأمم المتحدة للقيام بدورها في تجريم هذه الأعمال الصادرة عن الميليشيات الحوثية وأن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والإنسانية في ذلك. كما دانت الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح اقتحام ونهب منزل رئيسها النائب عبد الرزاق الهجري من الميليشيا الحوثية في صنعاء ووصفته بالعمل الهمجي والجبان. وقالت الكتلة البرلمانية في بيان لها إنها تابعت ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية من اعتداء همجي وغاشم على منزل رئيس الكتلة النائب عبد الرزاق الهجري في العاصمة صنعاء وما رافق ذلك من انتهاكات بحق سكان المنزل وإخراجهم إلى الشارع والسيطرة على المنزل وبث الرعب بين سكان الحي. نشرتنا مستمرة وفيها مخلفات البناء تحاصر طرقات مدينة تعز، تدشين العمل بقائمة أسعار المواد الغذائية في عتق، زودت منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية القطاع الصحي في اليمن بإمدادات طبية متنوعة بقيمة 24 مليون دولار أمريكي لتغطية النقص الحاصل في المستشفيات وتلبية احتياجات المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة. إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وفي محافظة حجة عمل مركز الملك سلمان على استكمال مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض وعلان. بحث وزير الثروة السمكية فادي كفاين اليوم مع نائب السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير والمسؤولة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيبيل سيجلر الجهود المتعلقة بدعم القطاع السمكي في اليمن، وتطرق اللقاء إلى ضرورة تعزيز الشراكة والتنسيق في مجالات الجودة للمنتجات السمكية والأحياء البحرية وتعزيز الرقابة البحرية
لمواجهة الاعتداءات المتمثلة بالصيد غير المشروع في المياه اليمنية، وكذلك تحسين سبل العيش لدى العاملين في القطاع السمكي. قالت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن إن سفينتي الصيد غرقتا اليوم في مديرية التواهي، وترسو عدد من السفن القديمة في الميناء منذ سنوات طويلة دون صيانة. وحسب المصادر فإن إحدى السفن غرقت، ما تسبب الأمر في حدوث تسرب نفطي منها، وقد يتسبب هذا التسرب بعرقلة نشاط ميناء عدن، ويتسبب أيضا بحدوث تلوث في المنطقة المحيطة. أكد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر على أهمية منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان كواجهة للبلد والرئة الاقتصادية التي يتنفس بها، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الجمركية المتعارف عليها والتقيد بالسرعة والمرونة مع مراعاة الحفاظ على أعلى معايير الحماية والتدقيق على كافة البضائع الواردة. جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعا موسعا ضم مدير عام منفذ شحن الأستاذ سالم عقيل أحمد ومدراء مكاتب التخليص الجمركي بالمنفذ بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم نيمر. واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن نشاط الجمرك وأبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل به، وشدد الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الصفة الاعتبارية والإدارية للمنفذ ومنع التدخل في شؤونه من قبل أي جهة كانت. وخرج الاجتماع بجملة من القرارات الهادفة لتطوير العمل في المنفذ والارتقاء بنشاطه للأفضل. منفذ تعز الوحيد يكاد يغلق من كثرة مخلفات البناء التي ترمى وسط الطريق الرئيسي، وهو ما يضاعف من معاناة المسافرين عبر هذا الطريق والذي يعد الشريان الوحيد للمدينة. هذا هو المنفذ الوحيد لمدينة تعز، طريق الضباب، ملئت بالمخلفات والأتربة من قبل من يبرحون الأراضي حتى أصبحت بالكاد تكفي لمرور سيارة واحدة. وكل يوم يمر من هذه الطريق مسؤولية السلطة المحلية ولا يلتفتون لها، وما يجري لهذه الطريق يجري بشارع 30 ووادي القاضي وعصيفرة وجوار سائلة السعيد، وكأن غياب الدولة قد جعل البعض يستهتر إلى أبعد الحدود. الخط الوحيد المتنفس الوحيد لمدينة تعز ويسكب داخل التراب والحفر لا يتجد من يرديمها، كأن لا يوجد سلطة. أنا أدعو السلطة المحلية وأدعو قيادة السلطة المحلية جميعا وكذلك قيادة المحور أن يقوم بدورهم لحماية الطريق من هذا العبث اللي يحصل فيها. أصحاب الأراضي يغرف التراب يسكب وسط الخط ويأتي المطار ويخرب ما بقى، فأعتبرها جريمة أخلاقية وإنسانية لابد أن يقوم بدورهم. ما يحدث للطريق العام جريمة تهدد المواطن والمركبات، بعد أن صار المنفذ الوحيد لتعز بنكهة الإسفلت وأغلبها ترابية وما بقي يطمر بالمخلفات، وهناك من جعل من نفسه حامل لهذه التصرفات ويستلم عليها مبالغ مالية بحسب المختصين بصندوق النظافة ومديرية صبر الموادم. رفعنا مذكرة للوكيل المحافظة للشؤون المدينة، رفعنا مذكرة للأخ المحافظ، تواصلنا مع مدراء أمن المديريات. للأسف الشديد بأنه في معانا رقابة، أنا كمدير عام بصندوق النظافة وأيضا طلعته من أوساط الجماهير، أنا أتمنى بأنه المجتمع يكون بشكل متكامل، تكون رقابة مجتمعية، يتصل في أي وقت من الأوقات، موجود قمامة هناك، موجود أيضا مخلفات بناء هناك، إلى درجة يتواصلوا معنا وتواصلنا مع بعض الإخوة سواء مدراء الأمن أو غير ذلك، لكن لم يتم تحريك ساكن. الآن للأسف الشديد كل نقطة من النقط الموجودة داخل المدينة للأسف أيضا هي عامل لجذب مخلفات البناء وسكب هذه المخلفات بحجة وجود متارس بوسط المدينة، بحجة أيضا حماية، بحجة إلى نهاية الأمر. وتأتي هذه مقابل، خليني أكون صريح بشكل متكامل حتى لو زعل مني البعض، تأتي أيضا مقابل دفع فلوس. هذا أشخاص متنفذين يتبعون أشخاص معينة يقومون بأخذ مبالغ من أصحاب الأراضي والمباني ويسكبون المخلفات إلى الخط، لأنه لم يستطيعوا أن يجدوا مكان بديل، يرجعوا يسكبون داخل الخط
وقد قمنا بطلبهم وتم رفضهم لنا. الطريق ملك عام، وعن طريقها تغاث المدينة غذاء ودواء وماء، ومطلوب من السلطات المحلية التحرك لحمايتها قبل أن تزداد الكارثة وتستفحل، ومنع العبث بمنفذ المدينة الوحيد للعالم. وسيكلف رفع هذه المخلفات مبالغ طائلة، المحافظة بأمس الحاجة لها بجوانب أخرى قد تفيد المواطن وتنقذ أرواح. نشرتنا انتهت، وعودة إلى أهم عناوينها. الدفاع والداخلية تكشفان تفاصيل الأعمال الإرهابية لخلية سبعيان وتبعيته لميليشيا التمرد الحوثية. بدء المحاكمة العسكرية لزعيم ميليشيا الإرهاب الحوثية و174 متهما من قادة الانقلاب. المهمشون اليمنيون ضحايا لكهنوت الإمامة وميليشيا الحوثي تزج بهم في محارق الموت. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.